رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان ابن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن ذؤي ابن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان ابن عد بن عدد. وأول الديوان قافية الهمزة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرضا بقضاء الله وقدره: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وشرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. وقال في قيمة الدعاء: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وقال في جهد البلاء: أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء، ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. قافية الباب. الأديب: أصبحتم مطرحا في معشر جهلوا، حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم، في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل مذاب الإبريز يشركه، في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. وقال عن الحضور: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على سرير، وذو نسب مفارشه التراب. وقال في مظاهر الشيب ومحاسن الأعمال: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها، أنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها،
إذا صر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. وقال رحمه الله تعالى في السماحة وحسن الخلق: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وقال أيضا: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال أيضا: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وقال في الزهد ومصير الظالمين: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلاذا يراني واقفا في طريقه، ولاذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لابه، إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه، فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه. ومن مزاح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال: كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة تزوجها من قريش بمكة، وكان يمازحها ويقول: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. وقال في الكفر بالمنجمين: خبرا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب،
عالما أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أنت حسبي وفيك للقلب حسب، ولحسبي إن صح لي فيك حسب، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض خطب. وقال رحمه الله تعالى في غرور المظهر: أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده، يقاس بطفل في الشوارع يلعب. وقال في الحض على الترحال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملا الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وقال في عزة النفس: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. وقال في توقير الرجال: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، ومن قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصابا. وقال رحمه الله تعالى على قافية التاء: قال في مكارم الأخلاق: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كما إن قد حشى قلبي محباتي، الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. وقال رحمه الله تعالى في الجود: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني، ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. وقال رحمه الله تعالى في زينة الإنسان وأنها العلم والتقوى: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وقال رحمه الله تعالى في خيرة الأصحاب: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته،
لقاسمت مالي من الحسنات تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. وحدث عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أبو نصر قال سمعت أبا عبد الله بن أخي وهب يقول سمعت الشافعي يقول وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعدما كانوا سكوتا فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. وقال أيضا إذا رمت المكارم من كريم فيمن من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قافية الجيم ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سيل كيف معاده ومعاجه أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه ولتخبرن خصاصتي بتملقي والماء يخبر عن قذاه زجاجه عندي يواقيت القريض ودره وعلي إكليل الكلام وتاجه تربي على روض الربا أزهاره ويرف في ناد الندى ديباجه والشاعر المنطيق أسود سالخ والشعر منه لعابه ومجاجه وعداوة الشعراء داء معضل ولقد يهون على الكريم علاجه. وقال أيضا ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وقال رحمه الله تعالى في قافية الحاء قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ومن فراسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حدث الربيع بن سليمان قال كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسم ثم كتب فيها ودفعها إليه قال فقلنا يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر فيها وفي جوابها فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذا فيها سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح. قال وإذا إجابة أسفل من ذلك أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا فقلت يا أبا عبد الله تفتي بمثل هذا شابا؟ فقال لي يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس هذا الشهر يعني شهر رمضان وهو حدث السن فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ فأفتيته بهذه الفتية. قال الربيع فتبعت الشاب فسألته عن حاله فذكر لي أنه مثل ما قال الشافعي فما رأيت فراسة أحسن منها. وقال رحمه الله تعالى فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصح
فذلك قاتل لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قافية الدال: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد، ملك الأكابر فاسترق رقابهم، وتراه رقا في يد الأوغاد. وقال رحمه الله تعالى: قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد. وحدث محمد بن إبراهيم قال: حدث شعيب بن محمد الدبيلي قال: أنشدنا الشافعي: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدي في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، فاعرف بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. وقال الأصبهاني: حدثنا ابن القاسم قال: أملى علينا الزبير بن عبد الواحد يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وما موت من قد مات قبلي بطائري، ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي. وقال رحمه الله تعالى في قلة الإخوان عند الشدائد: ولما أتيت الناس أطلب عندهم أخاثقة عند ابتلاء الشدائد، تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء هل من مساعدي، فلم أر فيما ساءني غير شامت، ولم أر فيما سرني غير حاسدي. وقال في ود الناس: إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحدي، إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. وقال في الاستعداد للمنايا: كم ضاحك والمنايا فوق هامته، لو كان يعلم غيبا مات من كمدي، من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غدي. وورد في بعض ما أملاه أبو سليمان الخطابي على بعض تلامذته أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يوما من أيام الحج جالسا للنظر، فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها: عفى الله عن عبد أعان بدعوة، خليلين كانا دائمين على الود، إلى أن مشى واشي الهوى بنميمة، إلى ذاك من هذا فزال عن العهد. قال: فبكى الشافعي رحمه الله تعالى وقال: ليس هذا يوم نظر، هذا يوم دعاء. ولم يزل يقول: اللهم اللهم، حتى تفرق أصحابه. وقال في الرجاء بالله وعدم اليأس من رحمته: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا،
وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تياسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. وقال رحمه الله تعالى في التسليم الخالص لله: إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد. وقال في الوقار وخشية الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيدي. ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. وعن خيثمة بن سليمان بن حيدرة قال: جاء رجل إلى الشافعي فقال له رحمه الله تعالى: صديقك فلان عليل. فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة ودفعت عني اعتذارا يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام هات السبتية. ثم قال: لا المشي على الحفاء على علة الوجاء في حر الرمضاء من ذي طوى أهون من اعتذار إلى صديق يشوبه الكذب. ثم أنشأ يقول: أرى راحة للحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذاك من الجهد. ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن نابه حق أتوه على قصدي. وحدث محمد بن إبراهيم قال: حدثنا يوسف بن عبد الأحد قال: قلت للمزني: كان الشافعي يتروح ببيتين من الشعر ما هما؟ فأنشدني: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفادا. وقال رحمه الله تعالى في فوائد السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قافية الراء: يحث على التأهب للآخرة. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. وقال رحمه الله تعالى في الهمة العالية: أمطري لؤلؤا جبال سرندي، بوفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. وقال رحمه الله تعالى في معنى: العزلة خير من جليس السوء.
إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ واشاء من غوي أعاشره وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. حدث أبو الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي قال سمعت أبا الحسن علي بن أحمد القصري يقول حدثني بعض شيوخنا قال لما أسقص الشافعي إلى سر من رأى دخلها وعليه أطمار الرستة وطال شعره فتقدم إلى مزين فاستقذره لما نظر إلى رثاثته فقال له تمضي إلى غيري فاشتد على الشافعي أمره فالتفت إلى غلام كان معه فقال إيش معك من النفقة؟ قال 10 دنانير. قال ادفعها إلى المزين. فدفع الغلام إليه فولى الشافعي وهو يقول علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرا. وقال رحمه الله تعالى في اليقظة والحذر تاه الأعيرج واستعلى به الخطر فقل له خير ما استعملته الحذر أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وقال رحمه الله تعالى في قبول العذر اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. وقال رحمه الله تعالى في أدب المناظرة إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. وقال رحمه الله تعالى في تغير الأحوال الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسب إلا الشمس والقمر. وقال رحمه الله تعالى في فضل السكوت وجدت سكوتي متجرا فلزمته إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجري. وقال أيضا وما كنت راض من زماني بما ترى ولكنني راض بما حكم الدهر فإن كانت الأيام خانت عهودنا فإني بها راض ولكنها قهر. وقال رحمه الله تعالى قيل لي قد أسى عليك فلان ومقام الفتى على الذل عار قلت قد جاءني وأحدث عذرا دية الذنب عندنا الاعتذار. وقال يذكر شوقه إلى مصر لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصري ومن دونها أرض المهامة والقفر فوالله لا أدري أل الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. وفي رواية أبي بكر بن بنت الشافعي قال
قال الشافعي بمكة حين أراد الخروج إلى مصر: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصري، ومن دونها قطع المهامة والقفري، فوالله ما أدري للفوز والغناء أساق إليها أم أساق إلى القبر. قال: فخرج فقطع عليه الطريق، فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا حزمة، فدخل الناس وخرجوا فلم يلتفت إليه أحد، فقال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها، نفوس الورى كانت أجل وأكبرا، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عضبا أين وجهته فرا. وقال رحمه الله تعالى في الأصحاب: كن ساكنا في ذا الزمان بسيره، وعن الورى كن راهبا في ديره، واغسل يديك من الزمان وأهله، واحذر مودتهم تنل من خيره، إني اطلعت فلم أجد لي صاحبا أصحبه في الدهر ولا في غيره، فتركت أسفلهم لكثرة شره، وتركت أعلاهم لقلة خيره. وحدث الحسين بن محمد الزعفراني قال: سئل الشافعي عن مسألة فأجاب فيها، ثم أنشأ يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها للنظر، لسان كشقشقة الأرحب وكالحسام اليمان الذكر، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. وقال رحمه الله تعالى في قافية السين: قال في الأصدقاء عند الشدائد: صديق ليس ينفع يوم بؤسي، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي، أمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخافقة فألهان التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي. وقال في الاستغفار والتوبة: قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغلسي، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس، لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. وقال رحمه الله تعالى: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك الناش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد
وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وقال رحمه الله تعالى في عزة النفس: لقلع ضرس وضرب حبسي، ونزع نفس ورد أمسي، وقر برد وقود فردي، ودبغ جلد بغير شمسي، وأكل ضب وصيد دب، وصرف حب بأرض خرسي، ونفخ نار وحمل عار، وبيع دار بربع فلسي، وبيع خف وعدم إلف، وضرب إلف بحبل قلسي، أهون من وقفة الحر يرجون والا بباب نحسي. وقال في العلم: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. وقال رحمه الله تعالى في قافية الصاد: قال في الخلفاء الراشدين: شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص. وقال رحمه الله تعالى في العلم: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال رحمه الله تعالى في قافية الضاد: قال في الجود: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم، وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض. وقال في حب آل البيت: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال رحمه الله تعالى في قافية العين: قال في حب الصالحين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. وقال في آداب النصح: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقال في اشتغال الإنسان بعيوبه: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
وقال في مراقبة الله: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. وقال رحمه الله تعالى في اتقاء دعوة المظلوم: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، فما كان لي الإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي. وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموعي. وقال رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع. وروى ياقوت الحموي قال: بلغني أن رجلا جاء الشافعي برقعة فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ ماذا يصنع؟ قال فكتب الشافعي تحته: يداوي هواه ثم يكتم وجده، ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهب بها، ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو الجواب: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله تعالى: فإن هو لم يصبر على ما أصابه، فليس له شيء سوى الموت أنفع. وقال رحمه الله تعالى في قافية الفاء: قال في صفو الوداد والخل الصدوق: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة في الجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها، صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وقال في أبي حنيفة: لقد زال البلاد ومن عليها، إمام المسلمين أبو حنيفة، بأحكام وآثار وفقه، كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير، ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه، مدى الأيام ما قرأت صحيفة. وقال رحمه الله تعالى: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. وقال أيضا: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. وقال أيضا: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خراف. وقال رحمه الله تعالى في قافية القاف: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه، وهو مرمي على الطرق،
لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. وقال أيضا: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال في الجد وهو الحظ: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي لكنما رزق الحجى حرم الغنى ضدان مفترقان أي تفرقي وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق. وقال في كتمان الأمور: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وقال في فساد طبائع الناس: لم يبق في الناس إلا المكر والملق شوك إذا لمسوا زهر إذا رمقوا فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. وقال أيضا: إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. وقال أيضا: توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. وقال أيضا: لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوقي رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوقي. وقال أيضا: علمي معي حيثما يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال أيضا: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. وقال في قافية الكاف: ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. وقال أيضا: رأيت القناعة رأس الغنى وصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وقال في قافية اللام: صن النفس واحملها على ما يزينها تعس سالما والقول فيك جميل ولا تولين الناس إلا تجملا
مبابك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وقال في التفرغ لطلب العلم: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. وقال أيضا: وداريت كل الناس لكن حاسدي، مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. وقال في قافية النون: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقال أيضا: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. وقال أيضا: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض باب الكلاب فيه. وقال في الصمت: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.